الأحجام بهالمنطقة هاي بالذات يلي صار لنا تقريبا ما يعادل 7 سنين بكل شيء مرق عليها من مآسي ومن صعوبات، ولكن شعب يؤمن بالإرادة وبالحياة ما ممكن إنه يموت. ومثل ما نكون شايفين الإقبال كان جيد جدا، بل أكثر من إنه جيد جدا. يعني شغلة حلوة كتير اليوم عم تصير عنا بالبلد، إنه طلعوا هالإرهابيين منا، هي أول شغلة تمام. وتاني شغلة شايف العالم أنت كيف مبسوطة اليوم بالمهرجان هذا، أنه رجعت بلدنا بخير. إحنا مشاركتنا لدعم بعض الجمعيات الموجودة هون اللي عم تشتغل أشغال يدوية، وبعض المواهب والفنون الموجودة لهون اللي حابة تعرض منتجاتها بمنطقة. اليوم هاي المنطقة هي من عبق الياسمين، دمشق القديمة، هي مهد الحضارة. الفترة اللي مرقت الماضية كان في قطائف هيك على باب شرقي، فشوي انطفت الحياة فيها، فنحن عملنا هذا المهرجان لشوي رجع الحياة لباب شرقي، نقول له انه بعد الشام بعد باب توما، واسم المهرجان رجعت انه هي عن جد رجعت.